العليم الحكيم. هذه ورقة الفردوس تغني على أفنان صفة البقاء بألحان قدس مليء وتبشر المخلصين إلى جوار الله والموحدين إلى ساحة قرب كريم وتخبر المنقطعين بهذا النبأ الذي فصل من نبأ الله الملك العزيز الفريد وتهدي المحبين إلى مقعد القدس ثم إلى هذا المنظر المنير قل إن هذا لمنظر الأكبر الذي ستر فيه ألواح المرسلين وبه يفصل الحق عن الباطل ويفرق كل أمر حكيم قل إنه لشجر الروح الذي أثمر بفواكه الله العلي المقتدر العظيم يا أحمد فاشهد بأنه هو الله لا إله إلا هو السلطان المهيمن العزيز القدير والذي أرسله باسم علي هو حق من عند الله وإنا كل بأمره لمن العاملين قل يا قوم فاتبعوا حدود الله التي فرضت في البيان من لدن عزيز حكيم قل إنه لسلطان الرسل وكتابه لأم الكتاب إن أنتم من العارفين كذلك يذكركم الورقاء في هذا السجن وما عليه إلا البلاغ المبين فمن شاء فليعرض عن هذا النص ومن شاء فليتخذ إلى ربه سبيلا قل يا قوم إن تكفروا بهذه الآيات
فبأي حجة آمنتم بالله من قبل هاتوا بها يا ملأ الكاذبين لا فوالذي نفسي بيده لن يقدروا ولن يستطيعوا ولو يكون بعضهم لبعض ظهيرا أن يا أحمد لا تنس فضلي في غيبتي ثم ذكر أيامي في أيامك ثم كربتي وغربتي في هذا السجن البعيد وكن مستقيما في حبي بحيث لن يحول قلبك ولو تضرب بسيوف الأعداء ويمنعك كل من في السماوات والأرض وكن كشعلة النار لأعدائي وكوثر البقاء لأحبائي ولا تكن من الممترين وإن يمسك الحزن في سبيلي أو الذلة لأجل اسمه لا تنطرب فتوكل على الله ربك ورب آبائك الأولين لأن الناس يمشون في سبل الوهم وليس لهم من بصر ليعرفوا الله بعيونهم أو يسمعوا نغماتي بآذانهم وكذلك أشهدناهم إن أنت من الشاهدين كذلك حالت الظنون بينهم وقلوبهم وتمنعهم عن سبل الله العلي العظيم وإنك أنت أيقن في ذاتك لأن الذي أعرض عن هذا الجمال وقد أعرض عن الرسل من قبل ثم استكبر على الله في أزل الآذان إلى أبد الآبدين فاحفظ يا أحمد هذا اللوح ثم اقرأه في أيامك ولا تكن من الصابرين فإن الله قد قدر لقارئه أجر 100 شهيد ثم عبادة الثقلين
كذلك مننا عليك بفضل من عندنا ورحمة من لدنا لتكون من الشاكرين فوالله من كان في شدة أو حزن ويقرأ هذا اللوح بصدق مبين يرفع الله حزنه ويكشف ضره ويفرج كربه وإنه لهو الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم ذكر من لدنا كل من سكن في مدينة الله الملك العزيز الجميل من الذين هم آمنوا بالله وبالذي يبعثه الله في يوم القيامة وكانوا على منهج الحق لمن السائرين